هذا هو حال العامل العراقي المسكين، أجلكم الله المطي مالته أهم من الجماعة اللي صوت لهم وانتخبهم، وتالي ما حد فاده غير المطي، وما أعتقد راح يبشي على مسؤول بقد هذا البشي. يا بوا عيد العمال وتهاني من المسؤولين للعمال ومن وزير العمل في احتفالية خاصة بالعمال اللي ما حد قدر يتذكرهم غير يوم واحد، وهالمرة صارت ويا الدعايات الانتخابية حتى يتم استغلال العمال لصالح المرشحين والأحزاب. وبالمناسبة عيد العمال اليوم يتزامن مع انتهاء الدورة التشريعية للبرلمان العراقي اللي كل شيء ما قدم للعمال والطبقة العاملة والأجراء اليوميين والعاطلين عن العمل، وأقوى شيء سوته هو مقترح مشروع قانون الضمان الاجتماعي وصندوق دعم الشباب اللي كل شيء ما شافوا من عنده لا الشباب ولا العاطلين عن العمل. الملايين يعانون في دولة مزقتها الحروب وتطفو على بحر من نفط، وبما أنه بدت العطلة التشريعية راح تلقى الحكومة اليوم نصهم سافروا إلى بلدانهم وأهاليهم في لندن وأوروبا بشكل عام وأمريكا أيضا، والنص الثاني متشلب بالباب ويريد يجدد اشتراكه بمجلس النواب ودا يحضر للانتخابات الجاية. العامل العراقي اللي قضى عمره يركض والعشا خباز يبحث عن لقمة العيش بين النفايات والمساطر اللي صارت مذبح للعمال بعد ما انفجرت عليهم أكثر من مرة سيارات مفخخة بساحة الطيران وهم طالعين على باب الله. منو من الحكومة اتذكر عامل النظافة الحج عبد الباسط اللي استشهد بساحة الطيران وهو يقوم بواجبه، وكان مسؤول على أيتام شهيد وهو هم صار شهيد ومتحمل مسؤولية عائلته وأطفاله؟ منو اللي يعوض أهله ومنو اللي يعوض أهالي آلاف النازحين اللي صاروا بلا عمل وبلا مصدر رزق بعد ما دمرت أسواقهم ومدنهم وبعد ما ارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 45%؟ دم هنا بالمصدر ودم هناك بالمدن المحررة، وحالات انتحار في مدن البصرة والناصرية والعمارة وبغداد وديالة، وخلي يتونس السياسي بفلوس العالم. آلاف المعامل العراقية توقفت عن العمل وماكو أي أمل، مع ارتفاع نسبة البطالة، ونتيجة لذلك يعاني عشرات الآلاف من العوائل والعمال من ظروف معيشية سيئة. مصانع العراق معطلة ونسبة الانتاج الصناعي 1.5%، 35 ألف مصنع 80% من عدها معطل، بينما المصانع التابعة للقطاع العام 76 شركة تحوي 250 مصنع شبه معطل، في حين 45 ألف مصنع تابع لاتحاد الصناعات أيضا معطلة. فشلون راح يشتغل العامل وين يشتغل إذا مزدودة بوجهه من كل صوب؟ لا الدولة تنطي رواتب عمال الأجور اليومية ولا موظفي العقود مثبتين ومحصلين رواتبهم، ولا أكو تعيينات ولا فلوس ولا معامل ولا ذمة ولا ضمير لدى من يسمون نفسهم ممثلين عن الشعب. وهذا حال الشعب، صار أكثر من ربعه تحت خط الفقر والربع الثاني عايش على رحمة الله.